يا كريم يا رب. لا الحمد لله من فوز صارت صحتها احسن بكثير، احسن من اول. لكن شو بدنا غير هيك؟ الله يديم الصحه والعافيه علينا وعليها جميعا يا رب. امين يا رب العالمين. ايه اسمعي معروف، الله يرضى عليكي انت وصالحه، كل كام يوم بتروح بتشقي عليها بتطمن عليها ماشي؟ ايه اكيد ابن عمي اكيد، ان شاء الله ما بقطع بنوب. ايه والله مرت اخي بتنشرب مع المي العكره هي وعفا. لك ام معروف هاي ام معروف، لك الله يخلي لي اياكي يا رب، صاحبه واجب مشان هيك معروف، بدي اياكي دائما ايدك للخير. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب. يي مين هذا اللي عم بدق هيك على الباب؟ هذا زعرور شغيلي لشوف شو بده. بسم الله الرحمن الرحيم. خير؟ الحق يا معلمي الحق. خير لك زعرور، شوفي اجوا جماعة الكراكون وسكروا القهوة. شو هالحكي؟ سكروا القهوة مشان شو؟ صارت خناقة، خناقة كثير كبيرة يا معلم. الله أكبر على هالقصة، بين مين ومين؟ بين جماعة أبو حمدي وجماعة ضده، واشتغل شغل الكف يا معلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإن شاء الله ما حدا تأذى منه. لا الحمد لله معلم، ما حدا تأذى. إيه وبعدين؟ ولا قبلين يا معلم، طبخم لقينا جماعة الكراكون فوق راسنا وقشوا كل شيء بالقهوة. استغفر الله العظيم على هالقصة، منين اجت هالشغلة هلا؟ اسمع زعروف، الله يرضى عليك بسمنا على الحمام. انا رح اروح لعند اخي ابو الفوز واخذه على الكراكون لنشوف القصه. امشي عم يمشي. صار معلم صار. السلام عليكم. وعليكم السلام. استغفر الله العظيم على القصه، لا حول ولا قوه الا بالله على هالشغله. هلا وقت على القصه. خير ابن عمي؟ خير؟ صاير شيء؟ الزباين علقانين بالقهوه وقايمه القيامه، عاملين طوشه الى اول ما لها اخر، وفي منهم متآزي اجوا على قصر الكراكون وسكروا لنا القهوه. اوف ولشو هالطوشه كلها؟ والله يا اختي ما بعرف، معروف انا رايح لعند اخي ابو الفوز وافهم منه شو القصه. السلام عليكم. دير بالك على حالك ابن عمي. ايه ناقصه اخي ابو الفوز، ناقصه. دخيلك، المهم الزباين ما يكونوا متأذين كثير. ان شاء الله خير يا رب. يلا انا طالعه بدل ثيابي. الله يحميك يا ابن عمي. وكيلك يا معلم ابو اسود، وعلقت لك هديك الخناقه بالقهوه على سلخ وضرب بالشبارة. في حدا اذى؟ ايه في كم واحد اذوا من جماعه ابو شهاب. وابو حمدي شو عمل؟ ابو حمدي يفك هذا ويهجم هذاك، يفك هذا ويهجم هذاك، يعني ضاعت الطاسه يا معلم. لك وبعدي شو صار؟ دخلوا عناصر الكراكون وشحطوا قسم على الاستخانه وقسم من ثاني على الحكيم. وعرفوا انه انت وابو شهاب ورا هالمشكله؟ لا لا معلمي لا، ما حدا عرف، على اساس انه زباين عاديه بالقهوه وصارت خناقه. حلو. طيب والقهوه شو صار فيها؟ القهوه تسكرت معلم ابو عزو، طلع فرمان من الدرك بتسكيره حتى اشعار اخر. ايه ها هي خبريه حلوه كثير وبتسوى تقل هداك. معلم ابو عزو يعني انت مبسوط مني؟ كثير لك عم تدور كثير، وانا رح خليك تروق على الاخر، وحياه شواربك ما بيصير غير اللي بدك اياه. وبإذن الله الصابرية ما بتكون إلا إلك. وإمتى معلمي؟ إمتى؟ شو بنا عم تقول؟ الشغلة بدها طولة بال. أنا وعدتك صابرية ما بتكون غير إلك، بس يعني أنت هلأ بدك تلاقي لي شي تفنجي تطالع لي فيها أبو حمدي من الحارة. شلون بدي طالعه من الحارة؟ بدها صفنة وحسابات كتير. تركها علي إلا ما لقي لها شي دوبارة لها القصة. مثل ما بدك معلمي ابو عزو، بتوصيني شيء؟ انا صار لازم اروح على البيت. سلامتك، قوم روح نام وارتاح، وبكره من على بكره الصبح بتجي وبتطعمي الطيور. امرك معلمي، من عيني هيئه من هي، اصلا هدول الطيور كثير غاليين علي. يلا تصبح على خير. وانت من اهله، خذ باب الصقاب بريال. امرك معلمي. خاطرك. الله معك. ولشوف هلا شلون بدك تكمل القصه يا ابو حمدي. لك انا ابو عزو انا. ما بينمزح معي بنوم. شو الحل عمي ابو حمدي؟ هي القهوة تسكرت بسبب خناقة امبارح، يعني صفينا ايد من ورا وايد من قدام. بس لو عارف من ورا هالقصة، بس هو اكيد واحد منهم. يا ابو شهاب يا ابو عزو. عمي ابو حمدي ابو شهاب فهمنا ليش، بس ابو عزو شو دخله؟ ابو عزو خايف كمل لي شغلانه. وليش عمي ابو حمدي ليش؟ لانه بيعرف مين المقصود بالرواية اللي عنها.
الله. ومين المقصود؟ رح تعرف، رح تعرف كل شيء بوقته. ليش انت رح تكمل الحكاية عمي أبو حمدي؟ معلوم رح كملها. بس وين بدك تكملها يا عمي أبو حمدي إذا القهوة تسكرت؟ أنا بعرف وين رح كملها. ولا يا عمي أبو حمدي، عود شرب شاي. ما رح طول، برجع بشرب شاي. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله أمره عجيب عمي أبو حمدي، إنه ليش متمسك بهالحكاية ما كنت أعرف. يا عمو بدك شي؟ أنا رايحة. بدي سلامتك تقبري، ديري بالك على حالك وعلى أخوك. بأمرك يا عمو، على عيني وراسي. الله يخلي لي إياك يا رب. ارضي علي. إيه الله يرضى عليكم. الله يسرك. خافك يا عمو. الله معك تقبري أولك. بدي احكي مع احمد مشان جهازي. ما بنسى اليوم اقول لك امي. الله معكم. خليني ارجع على وشك. ايه يا امو، شو عم تقول؟ شو يا لاختي؟ إيه كنت عم قلها تذكر ام احمد بجهازي. يا لطيف شو بصلتك محروقه يا سعدي؟ مو قلت لك لك امي اني انا رايحه خصوصي اليوم لعند ام احمد مشان ذكرها بجهازي؟ والله نسيت. يلا ما بنخسر شيء حتى اذا قالت. يا لطيف شو هالجيل؟ يا لطيف تنح ما بيعمل الا اللي براسه. رأيتن عيماً يا رجال. شو زعلون؟ الناس شو بحبوا تشربوا؟ شاي كمان. يلا تكفوا. بقى المشكلة اللي صارت امبارح بالقهوة كانت مقصودة. شلون يعني مقصودة أبو حمدي؟ مثل ما عملنا. الخناقة اللي صارت امبارح في مين وراها؟ في مين عم بيحركها؟ لأنه صارت هيك من ولا شيء. مين قصدك أبو حمدي؟ مين يلي عم يحركها؟ ما بعرف. بس بظن يا ابو شهاب يا ابو عز وخص. اوف اوف يا لطيف، شو هالحكي يا ابو حمدي؟ هذا الحكي كبير كبير كثير، ما بصير نتبلى حدا ولا نظن بحدا. انا ما عم بتبلى حدا، بس ابو شهاب مغطاس، وبعينك شفت امبارح شو سوى عندي. يا ابو حمدي، ابو شهاب ما له مصلحه بتسكيرتها للقهوه، هو عم يستناك لحتى تخلص حكايتها ويستلم محلك، يعني هو المتضرر. بكون مساويها جكر. ابو شهاب وامنا، وابو عز شو دخله؟ ابو عزو قصه ثانيه، بده يعني ما كمل الحكايه مشان ما ينفضح قدامها الحال. بس المهم هلا انا جاي لعندها بايدي عندها طلب، واملي بالله ما تفشل. والله اذا بقدر لعيونك يا ابو حمدي. بتقدر ابو بتقدر. خير، انت قل لي شو بدك بس. يا اهلين وسهلين ومرحبتين بنت فهمي. خير، مالك على بعضك؟ ليش هيك عمل جوزك يا ام معروف؟ شو عمل جوزي؟ ليكون متجوز علي؟ ولك لا تدرسي عن جد النسوان بنص عقل. شو عم تقول يا ابو حمدي؟ بدك تشتغل حكواتي هون عندي بالحمام؟ ايه الله يجبر بخاطرك، بس لكمل بس. هون عندي بالحمام يا ابو حمدي؟ شوفي يا ابو معلوم، زباين القهوه بصيروا بيجوا لهون على الحمام، بين ما الله يفرجها لاخوك ابو الفوز ويقدر يرجع يفتح القهوه. بعدين بلا ما بدي اياك، يعني الشغله فيها فايده. ايوه، وانت قديش بدك نسبة؟ انا ما بدي منك شيء. لا ابو حمدي ما بصير. مثل ما عم قلت، بس بدي منك يعني بمعيتك اذا بتشغل شحرور عندك وبضيف الزباين شاي وقهوه، قاعد حرام بلا شغل. من اليوم اخي ابو حمدي بتفوت على الحمام وبتكمل حكايتك، وبتقول له لشحرور يجي يشتغل هون لبينما الله يفرجه وتفتح القهوه. ربي يجبر بخاطرك يا ابو معروف وكتر خيرك. شو عم تقول يا ابو حمدي؟ نحن اهل ونضل اهل واولاد حاره واحده. واعز واعز باذن الله. ما بقى في دور للنسوان بالحمام. يو شو هالحكي؟ شو هالحكي؟ ليش انت ما في عندك علم؟ لا والله ما عندي علم يا ام فهمي، وما قال لي جوزي. مثل ما عم اقول لك، لانه شهيره خانه ومعازمه نسوان الحاره كلها على الحمام. ايه مزبوط، وكمان عزمتني الي ولصالحه. يا عيني عليكي، ولما رحت انا وياها على الحمام رجعونا، قال شو ما في دور للنسوان، وكل يلي عم يفوتوا كانوا رجال. يه شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ معقوله؟ مثل ماني عم اقول لك، وهي رجعتي انا وشهيره خانه من الحمام. وليش هيك عمل ابو معروف؟ ايه وانا شو بعرفني؟ اذا انت مرته ما عندك خبر، ايه الله يصلحه، ايه ما ضل غير هالحمام باربع حارات. خلص ولا يهمك ام فهمي،
أنا بس يجي جوزي بفهم منه شو السيرة وليش لغى دور النسوان. إيه الله يوفقك يا أم معروف، خلي رجع دور النسوان. وين بدها تروح بحالة يعني؟ النسوان كلياتها بتروح على الحمام مشان يستدوا ويحكوا مع بعضهم، وأنت بتعرفي هذا الشيء. إيه والله معك حق يا عم فهمي، خلاص لا تاكلي هم، أنا بس يجي جوزي بفهم منه شو السيرة وبضل بزن براسه لحتى يرجع دور النسوان للحمام. إيه هيك ها؟ هي أم معروف يلي أنا بعرفها اللي إلها كلمة وهيبة. خجلتيني يا عم فهمي. قال لها كلمة عليك يا تتحو رأيي، إذا ما بتعرفي جوزك بطل دور النسوان بده يكون إلك كلمة عليه. طيبك